أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وإياكم في عباده الصالحين، وأن يجعلنا وإياكم في هذه الأيام من عتقائه من النار، وأن يقربنا إلى الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن يباعد بيننا وبين المعاصي والنار بعد المشرقين. إن ربنا على ما يشاء قدير. وأثني بالصلاة والسلام على المعصوم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. تحدثنا في حلقة الأمس عن أنواع الصبر، ووعدنا أن نكمل درجات الصبر. الصبر ليس درجة واحدة، وإنما الصبر درجات ثلاث. في أول نوع من أنواع أو درجة من درجات الصبر، وهو من الأمور الصعبة على النفس الإنسانية، الصبر عن المعصية، كما قال العلماء بمطالعة الوعيد إبقاء على الإيمان وحذرا من الحرام، سبحان الله. فهذا أول نوع من أو أول درجة من درجات الصبر. يعني إيه؟ يعني أصبر على المعصية. أنا الأول أسأل نفسي سؤالا، يعني المعصية التي سوف أصنعها، أنا عايز أنتقم من إنسان مثلا، يعني أريد أن من مثلا أشهر به أو أقلل من قيمته أو أصغر من شأنه أمام الناس. ال 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 بهذا المنطق سبحان الله العظيم، ما الذي أكسبه؟ أول شيء الإنسان يتخيل أنه لما أصغر من شأن فلان وأحقره أشعر أنني انتصرت. من الذي قال لك أنك قد انتصرت؟ من الذي قال لك؟ بالعكس، قد يكون هذا النصر هزيمة، ولكن في صورة تشفي. لكن للأسف الشديد المسلم سبحان الله ينظر إلى قضية من أريد أن أنتقم أنا منه. دائما أقول أنا أريد أن أقطع إصبعا لمن يريد لمن أكرهه أو أبغضه، لو تركته لله لقطع لي يده، ولو أردت أنا قطع يده لو تركت لله قطع لي ذراعه، ولو أردت أنا قطع ذراعه لتركت لله لو تركت لله سبحان الله لقطع لي خبره من الدنيا. هذا أمر طبيعي، لأن دع الله ينتصر لك، لا تنتصر أنت لنفسك. ليه؟ لأن الله عز وجل في سورة آل عمران قريب الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا صنعوا؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. إذن مسألة أننا أقول حسبي الله ونعم الوكيل، النتيجة والثمرة الطبيعية، شجرة هذه الكلمة العظيمة أو ثمرة هذه الشجرة العظيمة حسبي الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، يأتيني النعمة ويأتيني الفضل. في أي نعمة وفي أي فضل؟ مثلا مثال، واحد اغتصب منك قطعة أرض وكان من الواجب من حقك أن تأخذها، سواء هذا أخ، ابن عم، عم خال، جار، صاحب سطوة، صاحب مثلا يعني. طيب أنت أمامك أمرين، أمامك في الأمر أمرين. الأمر الأول أن تأخذ حقك بالطرق الشرعية، تطرق الأبواب وتأتي بالناس الكبار وتذهب إلى المحاكم، وهذه طريقها صعب وطويل، وربما يكون هو عنده يعني حجج دامغة وأوراق قد تكون والعياذ بالله مزورة، ويضحك عليه في الآخر، تخسر أنت وقتا ومالا وجهدا وأرضا. طيب الأمر الثاني، قل أنا أحتسب هذا الأمر لله وأترك هذا الأمر لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لو أنا تركت ده لله الله سبحانه وتعالى هيكرمني، فلو تركتها لله أول أمر، الأرض هذه الذي اغتصبها تدخل عليه وبالا، جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثه تدخل عليه بالخراب والعياذ بالله. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن تبيت أنت مظلوما ويبيت هو ظالما، ودعوة المظلوم لا ترد، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ويقال أن الحجاج جاء بشاب ليقتل، فتبكي أمه ترى ابنها وهو يقتل، تقول أهكذا يا بني تقتل مظلوما؟
قال يا أمه أكنت تحبين أن أقتل ظالما؟ كده أقتل وكده أقتل، فلا أقتل مظلوم أحسن من إيه؟ وبعدين أبيت مظلوما خيرا من دي من أن أبيت ظالما. فمنهم ظالم لنفسه، كم منا ظالم لنفسه؟ كثير. مش كمان يعني أحد غيره يظلمه، لا، ده أنا أكون ظالم لنفسي بإيه؟ بأن أتعدى الحدود، سبحان الله العظيم. فأنا أبيت مظلوما فأدعو الله سبحانه وتعالى لأنصرنك ولو بعد حين، سبحان الله. وشوف خلي بالك يا صاحب الظلم أو يا ظالم، اتق الله، لأن عين المظلوم إن نامت فإن عين الله لا تنام، وإن المظلوم كف عن دعائه عليك الله عز وجل غاضب عليك، سبحان الله العظيم. وأنا أنصح المظلوم في أي مكان، رجل كان أم امرأة، صغيرا كان أم كبيرا، لا تدعو على الظالم. لماذا؟ لأن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه. تخيل ظلمه أسرع أن يقتلعه وأن يدمره وأن يحطمه وأن ينهيه، أسرع من دعائك عليه، لأن الله يقول أنصرنك ولو بعد حين، في الوقت الذي يريده الله. أما ظلمه هو ظلم الظالم، والعياذ بالله رب العالمين، يعود يعني يرجع إليه ويدمره قبل أن سبحان الله ربما أن تدعو. ظلم الظالم يقضي عليه قبل أن تدعو عليه، سبحان الله. دعه لظلمه فإن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه. هذا أمر. الأمر الثاني أن سبحان الله العظيم فيه ناس اللي هم أصحاب المظالم، ودي قنطرة على الصراط يوم القيامة، وهي أصعب القناطر، أصعب قنطرة على الصراط يوم القيامة. ما هو الصراط ليس هكذا مستقيما، هو إذا شبهناه شبهه بجسر أو كوبري أو قنطرة معبر يعني كده. هذا الجسر قال العلماء أو قال صلى الله عليه وسلم أحد من سيف أحدكم، يعني لا تظن أنه جسر متسع عريض يعني عدة أمتار أو لا لا لا، عبارة عن أحد من سيف أحدكم، سبحان الله، عليه كلاليب خطاطيف يعني كشوك السعدان. شوك السعدان ده شوك ينبت في الجزيرة العربية تأكله الإبل، سبحان الله. هذه الخطاطيف وهذه الكلاليب، كل كلوب أو خطاف مختص بذنب من الذنوب، فده خطاف الغيبة، وده خطاف النميمة، وده خطاف الظلم، وده خطاف البغي، وده خطاف العدوان، وهذا خطاف التعدي على حرم، وهذا خطاف السرقة، وهذا خطاف الفواحش، وهذا سبحان الله. فكل صاحب ذنب الخطاف هذا أو الكلوب هذا يشم رائحته فيأخذه. ولذلك المرين على الصراط كم نوع؟ ثلاثة أنواع. يا أخوانا عايزين نتعلم في شهر الصبر كيف نصبر. ونحن سائرين على الصراط يا رب، اللهم أقمنا على صراطك في الدنيا وسيرنا على الصراط يوم القيامة دون سابقة عذاب، يخطف صاحبه فيلقيه في قعر جهنم. وإحنا مرين عليه أنواع ثلاث: سالم ومخدوش، يعني كده سبحان الله تمزق سبحان الله الجسد سبحان الله، ومكردس. مكردس يعني إيه؟ واقع في النار والعياذ، ونسأل الله السلام، سبحان الله. يجي صاحب الأمانة: أنا اغتصبت منك شيء، بناية، أرض، مال، أي شيء، فتتمثل الأمانة لمغتصبها في قعر جهنم كأنها هي، فيقول: لن تنجو من فوق الصراط إلا أن تأتي بأمانات الناس التي أكلتها، أنت كنت مرتشي وكنت. فينظر صاحب المغتصب الأمانة إلى الأمانة فيجي يهبط عشان يأخذها، يقع في قعر جهنم والعياذ بالله، نسأل الله السلام. ألطف يا لطيف. يبقى إذن عليه كلاليب كسوك السعدان، والجسر نفسه في حواجز قناطر. قال العلماء حواجز سبع حواجز، يعني أضرب لكم مثال ربما أولادنا وبناتنا يفهموها أكثر منا. في يقول لك إيه 400 متر إيه حواجز قفز، سبحان، أو 1000 متر قفز، أو 4 حاجات زي كده تقولون عنها في 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 في, في الرياضة، سبحان. الحواجز هذه موجودة، في سبعة حواجز. أول حاجز، حاجز التوحيد، أول قنطرة، توحيده سليم يعبر، توحيده غير سليم كان عنده شركة، كان عنده خوف من المخلوق وليس عنده خوف من الخالق. أغلب الناس إلا من رحم ربي عندها خوف من المخلوق وليس عندها خوف من الخالق، للأسف الشديد. المهم ربنا يجعلنا نخاف منه ولا نخاف أحدا سواه.
اول قنطرة قنطرة التوحيد، تيجي القنطرة الثانية تقابله قنطرة الايه الصلاة، شوف الصلاة كاملة ولا غير كاملة، كان مواظب عليها ولا كان غير مواظب عليها، خاشع فيها ولا غيرها، كان يسبغ وضوءها وركوعها ولا كان اي كلام. لذلك انت هتتفرج على الناس ويتتوضأ في المساجد او الاولاد ولا وضوء سليم، ولا كارثة كبيرة مصيبة سبحان الله، من لا بد من اسباغ الوضوء. المهم وبعدين قنطرة الصلاة وجدوها كاملة، يعبر يعدي يجي عند قنطرة ايه الزكاة، اخرج زكاة ماله ولا كان عليه، والله نجأ ينجو، يدخل على قنطرة الصوم، كان عليه ايام ولا لم يكن عليه ايام، وبالذات اخواتنا لا يحسنوا حساب الايام التي كانت عليهم في الصيام، يجب ان ايام الحمل ايام الرضاعة ايام لا يصح لها ان تصوم او تصلي، اذا هذه ايام يجب ايه ان تحسب، علينا كفارات علينا ايمان علينا نذور، ما شاء الله علينا في النذر لا قوة الا بالله، إن ربنا شفى الولد هصوم شهر، إن ربنا نجى الزوجة اصوم شهرين، ان انا اخذت الادارة وبيت مدير اصوم، ويجي لا صام ولا صلى ونسأل، وصار هذا النذر فرضا في رقبته يجب ان يؤديها، لابد. ولذلك انت وانت تنفق من الصدقات قل ايه يا ربي، هذه مثلا هذه المئة او الالف او الاقل او اكثر دي كفارات ايمان انا نسيتها، كفارات نذور انا نسيتها، لان الانسان ينسى، وما كان ربك نسيا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى مكتوب احصاه الله ونسوه، احنا الانسان سمي انسانا لنسيانه، فتنسى المرأة وينسى الرجل وينسى الكبير وينسى الصغير، فاحنا عشان ايه نطمئن ان ايه ايام الصيام قد ايه قد اتممناه. ايه كمان قنطرت بعد قنطرة تيجي قنطرة الحج، واحد يستطيع ان يحج ولم يحج، من استطاع ان يحج ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا او مجوسيا، حتى قال عمر رضي الله عنه لو جيء لي بجنازة رجل يعني متوفى كان صاحبها يستطيع ان يحج ولم يحج لا اصلي عليه صلاة الجنازة، عمر اعتبره غير مسلم، طالما تستطيع عندك الراحلة وعندك التكاليف يعني تكاليف الحج وما تتركه لاهلك الى ان تعود، والحمد لله رب العالمين اصبحت الامور ايه ميسرة. فانا ادعو كل الشباب وكل صغار السن بالذات قبل ان يكبروا في السن وقبل ان يطعنوا في السن، طالما عندك استطاعة للحج فأدي فريضة الله عليك، أدي فريضة الله عليك ولا تلح في المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يقول له لما سمع النبي يقول حجوا، قال الرجل أفي كل عام يا رسول الله، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فجاءه من الطرف الثاني قال أفي كل عام يا رسول الله، فأشاح عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه في المرة الثالثة قال لو قلتها لوجبت، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوء، يكفي مرة واحدة. وأنت يا من تحج كل عام نقول لك كفى بحجة الفريضة، وأموال الحج اللي تحج بها كل سنة زوج بها شباب لا يستطيع الزواج، أعن بها صاحب بيته قد تهدم، أعن بها صاحب دين عليه دين، أعن بها موظف مسكين إذا رأيته حسبته غنيا أو ثريا وهو لا يملك في جيبه لا درهم ولا دينار ولا سنت سبحان الله. فأنا أدعو كل من يكرر الحج أن يجعل، لأن الحج الثاني والثالث والعاشر والمئة ده سنة نفل، والفرض مقدم على النفل، أن تسعد الأسر وتزوج شبابها وتزوج بناتها وتسد دين المدينين وتعالج المرضى وتأتي بجهاز طبي تضع في مستشفى من المستشفيات المسلمين، هذا كله أفضل من حجك الثاني والعاشر والمئة، لأن الله عز وجل لن يقبل نفلا إلا إذا أديت الفريضة. هذا إيه؟ هذا معلم يعني. القنطرة الخامسة قنطرة الحج، قنطرة التوحيد، قنطرة الصلاة، قنطرة الصيام، قنطرة الزكاة، قنطرة الحج، ثم قنطرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا عبر يأتي إلى القنطرة السابعة والتي كنت أتكلم عنها، قنطرة أصحاب المظالم. أصحاب المظالم دول تجدهم واقفين لك على الصراط، امسكوا في تلابيبك، تعالى أنت ظلمتني، أنت وجدتني مظلوما فلم تنصرني، أنا طرقت بابك في أمر وكنت تستطيع أن تقضيه فلم تقضيه، أنت لم تتق الله في، أنت خنتني، أنت خنت الأمانة التي قال سبحان الله العظيم مررت علي مرة ولم تسلم علي، مرة عطست فحمدت الله فلم تشمت وتقول يرحمك الله، إلى كل هذا يعني أمر أصعب من الصعوبة، لتردن المخيط والمخيط يوم القيامة، يعني أنا اغتصبت منك إبرة سبحان الله وخيط خيط إبرة، يعني تسوي فلس ولا تسوي شيء،
لا تسوي شيء. سبحان الله، لا تردن المخيط والمخيط يوم القيامة، ونرد بإيه؟ بالحسنات والسيئات، لا في لا مال ولا شيك على بياض ولا على سواد ولا أبدا أبدا، حسنات وسيئات لك تأخذ، عليك تدفع بإيه؟ من حسناتك. فرغت حسناتك يأخذ من سيئات أصحاب المظالم ويضع عليك. نسأل الله ألا يجعلنا وإياكم من المفلسين. يبقى إذن الصبر عن المعصية يقتضي هذا الأمر. أما الدرجة الثانية الصبر على الطاعة بالمحافظة عليها دواما وبرعايتها إخلاصا وبتحسينها علما. يعني الطاعة يجب أن تزينها. كيف يعني تزينها؟ أنا عايز أصلي يا أخي، أنا عندما أدعى إلى زيارة لعلية القوم أو للكبار أو للناس المسؤولين لازم أتزين قبل أن أذهب، وبعدين أرتب أفكاري وأنظم آرائي وأعد أوراقي وأجهز الكلام وأقول لو قال لي كذا قال. فما بالك ولله المثل الأعلى وأنت إلى الصلاة ذاهب للقاء رب العباد سبحانه وتعالى. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال العبد الرحمن الرحيم مجدني عبدي، الرحمن مالك يوم الدين أثنى علي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه ما بيني وبين عبدي. إذن هذا سبحان الله، هذا الجمال وهذا اللقاء بين يدي سبحانه وتعالى. والله يا ابن آدم لو تعلم بين يدي من تقف من فتلت من صلاتك، لو تعلم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. كان سيدنا علي إذا جاء وقت الصلاة يرتعش ويهتز، ما لك أمير المؤمنين؟ يقول أتدرون بين يدي من سوف أقف الآن؟ سبحان الله، تعرفين أنا الآن هقف بين يدي من؟ يدي الله. لابد ندخل بخوف وبرجاء أن الله يتقبل سبحانه وتعالى. فلازم نجود الطاعة، تجويد الطاعة يعني نعملها إيه؟ نراعيها. يجب أن تراعى الطاعة بكل ما ورد لنا فيها من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في الصلاة، في معاملة الناس نفس القضية، نجود المعاملة مع الناس ونصبر على الجاهل منهم ونحترم كبيرهم ونعطف على صغيرهم. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لابد أن الناس ننزل الناس منازلها ونتعامل مع الناس سبحان الله العظيم ولا ننظر في عيوب الناس، بالعكس نعيش في مساحة الخير التي عند الناس، عندئذ يسود الأمن والوئام المجتمع. أيضا نجود العمل، لأن بيعيبوا على المسلمين أنهم مهملين في أعمالهم. عملوا إحصائيات في بعض البلاد الإسلامية وجدوا أن الموظف يعمل في اليوم 27 دقيقة، بل بالعكس في بلد أخرى عملوا إحصائية وجدوا أن الموظف العربي المسلم يعمل 27 ثانية، يعني ما فيش حتى السلام عليكم لا إله إلا الله. طب كيف يبارك رب العباد في راتب هذا الإنسان الذي لا يعمل إلا دقائق معدودة، مع أنه كتب عقد أن يعمل 8 ساعات 10 ساعات؟ أما الشيطان يضحك عليه يقول له والله على قدر رواتبهم، رتبتهم ضعيفة. لا، أنت قد اشترطت أن تأخذ كذا مقابل كذا، أدي لمن ائتمنك أمانته ولا تأخذ من خانك أبدا، ولا تأخذ شيئا ليس من حقك. لماذا؟ لأن سبحان الله العظيم سيدنا عمر الله يرضى عليه أول ما يدخل عليه أبو الحسن رضي الله عن سيدنا علي يقول له يا علي أجئتنا في أمر من أمور نفسك أم أمر من شؤون المسلمين؟ يقول ما الفرق يا أمير المؤمنين؟ إن كان في أمر من أمور المسلمين تركنا المسرجة مضاءة، وإن كان في أمر من أمور نفسك أطفأنا المسرجة، لأن هذه أمانة المسلمين عندنا. يعني يحافظ حتى على الإيه؟ على أمانة الضوء اللي جالس فيه أثناء العمل الإيه؟ بتاع الدولة أو الحكومة أو الشعب أو الجماهير، يتقي الله رب العالمين. تبقى الشمس ساطعة وداخلة من الشبابيك والنوافذ وهو يقد الكهرباء ويكلف المصلحة، يا أخي اتق الله، أنت أمين في هذا المكان، لا يجب عليك أن تأخذ قلما ليس من حقك أو ورقة ليست من حقك أو تتصل بالهاتف في أمور خاصة لك بعيدة عن العمل. أنت تحاسب أو تستخدم سيارة العمل في مشاوير خاصة لك، هذا لا يباح. هذا يجب أن تكون أمينا عشان ربنا يضع البركة سبحان الله العظيم. فلا بد أن إيه؟ أن العبد يجود الطاعة، يجود العمل، يجوده لأن إيه؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يتقنه. لماذا؟ لأن إلى متى سوف نظل بلاد مستهلكة؟ إلى متى نظل يدنا سفلى؟
الى متى نظل ناخذ حضاره الغير وثقافه الغير او او او, أو تقدم الغير؟ واين نحن؟ اين نحن؟ اين اين سبحان الله هؤلاء العظام الذين وضعوا بصماتهم في الحياه؟ اين ابن سينا وابن رشد والفارابي والخوارزمي وابو بكر الرازي وابن البيطار سبحان والحسن بن الهيثم؟ سبحان الله، يعني لماذا لا يكون من احفادنا من اولادنا وابناء واحفاد هؤلاء العظام، يعني سبحان الله، لنترك لابنائنا مساحه من الابداع وليتقي رب العباد سبحانه وتعالى كل معلم ومعلمه يجب ان يكون قدوه في مدرسته وفي جامعته، عشان الاولاد يعني يتمثلوا هذه الشخصيات العظيمه ويتقلدوا بها. ايضا من درجه من درجات الصبر، الصبر في البلاء، بان تلاحظ حسن الجزاء وانتظار روح الفرج وتهوين البلية بعد اياد المنن وذكر سوالف النعم. ذكر يعني ايه ذكر سوالف النعم؟ يعني انت اللي يصبرك على البال وايه اول ما يجي الابتلاء تقول يعني ايه المشكلة، يعني انا عندي مثلا مرض، مثلا ربنا عافي كل مريض، مرض السكر سبحان الله، والسكر مرض السكري زاد في البلاد العربية زيادة عجيبة لسوء نظامنا الغذائي. هذه العدوى ولا فيروس ولا انما من طبيعه اكلنا، ناكل اكل خطا نصب الامراض وبعدين نبكي. لا يا اخي، بحسب ابن ادم لقيمات. يعني ايه لقيمات؟ يعني اقوم من الطعام وبالذات في هذا الشهر الكريم وانا ما زالت لي رغبه في الطعام، مش يقيموني، مش يشيلوني شيل يحملوني حملا، لا الله. طب بعدين لما املا المعده كيف اروح اصلي العشاء والتراويح وقيام الليل وقراءه قران؟ ما ينفعش سبحان الله. فالعبد عندما يذكر سوالف النعم، يعني النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه من قبل بها، الله لما يذكر هذه السوالف يقول يا الله انت انعمت علي كذا وكذا وكذا، يا ربي هذا من كرمك وهذا من فضلك وهذا من يعني ايه مرض معين بجوار الصحه سنوات طويله، يعني ايه الابتلاء الصغير ده بجوار كرمك في سالف العهد وفي سالف الزمن وفي سالف عمري كله. اذا هذه درجات الصبر. وفي اخر الامر اقول ان لم تصبر فماذا يحدث؟ سوف تخسر كثيرا، وان صبرت سوف تربح كثيرا وتسعد طويلا، وعندئذ تعيش عيشة هانئة وتحشر في زمرة الصابرين الذين يوفيهم رب العباد اجورهم بغير حساب. احبتي في الله، نحن عباد لله عز وجل، والعبد عبد والرب رب، وما يعني وليس للعبد إلا أن يصبر ويحتسب وينزل همومه كلها بالله سبحانه وتعالى، وعندئذ سوف يأتيه الخير كله. اللهم اجعلنا من الصابرين والصابرات والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات، إن ربنا على ما يشاء قدير. لا تنسونا أبدا من صالح دعائكم، وجزاكم الله عنا خيرا، وتقبل الله منا ومنكم صلاتنا وقيامنا وصيامنا وعبادتنا ودعاءنا، إن ربنا على ما يشاء قدير. ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.